شو بتقول الأفلاك لمواليد الميزان بالأسبوع الثاني من شهر حزيران جون 2022؟ عزيزي مولود الميزان بالجو في إعادة للوراء بين 3/7 و4/8. العودة للوراء يعني لقاء أحد الأحبة أو التواصل مع شخص غايب عنك أو بعيد عنك أو كان غايب وبطريقة سرية شوي، والاتفاق على مسار جديد بهالإطار. بتكون على موعد مع الحب، بتتألق بصورة استثنائية بين الخميس 9 والجمعة 10. هول يومين كتير مناسبين، بتحدثوا عن حب، عن زواج، عن علاقة جديدة، عن ارتباط. حضر نفسك حتى تستفيد من دينامية جديدة جدا بهالأثناء. بيكون المزاج رائع عزيز الميزان. بتتحرك الشؤون المهنية ابتداء من السبت 11، في شيء بده يتغير، بس بتتغير أمور ما بتكون متوافقة مع مزاجك أو ما بترق لك هالأمور. حافظ رغم هالشي على انضباطك وإيجابيتك، حتى ولو طرأت تأجيلات وتأخرت بعض الاستحقاقات. التأخير ما رح يناسبك، بس بدك تقبله. الحياة ما بتعطينا كل مرة كل شي بدنا إياه، في أوقات بتعطينا منشكرها، في أوقات تانية منضطر إنه نقبل. بتشكك بقدراتك كمان، وبتلتقي بحدا بيعيد لنفسك الثقة بين التنين 13 و 14 على الأرجح. هيدي فترة من الظروف الاجتماعية المناسبة، وبتلتقي بأنواع كتير من الناس، وبخبرك عنها الأسبوع الجاي.